يعني؟ أصله إيه ده؟ شوف بقى. ألو، يا ساعة. إيه يا عم؟ يا رحمة ما بتردش على التليفون ليه؟ وسابت البيت ليه؟ عشان بصراحة بقى كده إحنا أذينا بنتنا. ما جوزناهاش لراجل. شكلنا كده طلعنا جوزناها لعيل. أخوه هو اللي ممشيه وبيضحك عليه وبيكرته كمان على قفاه. سمعتوا إيه الكلام ده يا عمي بس؟ هو ده الكلام اللي عندي. هتسترجل بقى وترد الفلوس اللي عليك ويبقى لك كلمة على كبيرك، أهلاً وسهلاً، يبقى في بينا كلام. مفيش يبقى ما يلزمش. وبعد كده لو عندك كلام وعايز تقوله بقى كلمني أنا على تليفوني الشخصي أنا. آه. وبالمناسبة أنت قدامك أسبوع واحد. يا ترد لي الفلوس يا إما هبيع الأرض وهسلم الوصولات للمحكمة. أنا مش شغال مع عيال. ماشي. يلا مع السلامة يا سيدي. يا عم بس. يا بخل يا ابن البخل.